من دون شك. أعتقد أن الإدارة الحالية هنا في واشنطن لديها رغبة حقيقية في تعزيز العلاقات الثنائية ونقلها من المستوى الأمني فقط إلى المستوى الاقتصادي قدر المستطاع. وأعتقد أيضا أن الحكومة العراقية تريد الأمر نفسه. ولكن بما أنك تسأل عن السياسة، علي أن أشير أن هناك بعض الأمور العالقة بين الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص والبنية الحالية الموجودة في العراق. لابد من أن يكون هناك تحسين في هذا المجال لدفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام. أتكلم على وجه الخصوص أولا عن الفساد، والحكومة العراقية تعترف بوجود الفساد وتحاول أن تحاربه، ونحن نشجع هذه الجهود ونتمنى أن تعزز. هناك أيضا مشكلة الميليشيات المدعومة من إيران والتي تسيطر على قطاعات أساسية من الحكومة العراقية والاقتصاد العراقي. بعض الشركات المسؤولة عن استيراد بعض المشاريع الاقتصادية إلى العراق تفرض عليها عقوبات أمريكية قضائية لضلوعها في الإرهاب وروابطها بعمليات تهريب وعلاقاتها بالحرس الثوري الإيراني إلى آخره. وهذه هي مشكلة حقيقية بالنسبة للشركات الأمريكية التي تهتم بالتعاون الاقتصادي مع العراق، وذلك ينسحب أيضا على الحكومة الأمريكية. طبعا هذه المواضيع حساسة بالنسبة للدولتين، وأعتقد أنه يجدر أن نعمل على حل هذه المشاكل للتوصل إلى توازن أفضل بين علاقات العراق مع أمريكا وعلاقات العراق مع دول غربية أخرى ودول عربية أخرى من جهة، ومن جهة ثانية علاقة العراق مع إيران.